حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. في المدى تركة المدن المحررة من الألغام تقيد أمال النازحين بالعودة. في صحيفة الزمان، فرض حظر جزئي للتجوال وتعليق دوام المدارس والكليات لمواجهة تفشي كورونا. وعنونت القدس العربي، البنك الدولي يحذر من تدهور اقتصاد العراق والفساد يواصل نهب البلد. اخترنا لكم من العربي الجديد: الفساد والأزمة المالية يهددان أراضي العراق بالتصحر. وفي عنوان الشرق الأوسط، إحباط استهداف جديد لمطار أبها السعودي ومعارك ضارية غرب مأربة وجنوبها. بالاتحاد الإماراتي، الأمم المتحدة 12 مليونا و400 ألف سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي. ومجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول في البيان. يرى مراقبون للمشهد العراقي أن المرحلة الحالية من الاحتلال الإيراني للعراق تمر بطور ناعم بعدما أحكمت طهران قبضتها على كثير من مفاصل السلطة في بغداد على وفق مسارات حظيت بتفويض أمريكي، وبضوء أخضر تتجدد اتجاهاته وتتغاير بين حين وآخر بحسب متغيرات الصراع ومتطلبات المصالح على الأرض. جهاد بشير رأى في صحيفة البصائر أن الاحتلال الإيراني للعراق أضاف اتجاها آخر يراد له أن يمضي بنمط غير لافت للأنظار. ظهر الطور الإيراني الجديد في خطواته، القديم في تأسيسه، على حقيقته بوصول رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي العاصمة العراقية بدعوى توقيع مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى، المتورط أصلاً بانتهاكات قضائية وإنسانية تصب في مصلحة طهران مباشرة. وهذه الاتفاقيات لم يكشف عن ماهيتها وحقيقتها إلا بالقدر الذي يراد له الرواج، بينما قال الضيف إن بلاده تريد تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما أسماها مشاكل الأحوال الشخصية بين العراق وإيران. ولعل أبرز موضوع كشف رئيسي جانبا منه قضية الأحوال الشخصية والبحث عن سبل قانونية للزج بمزيد من الإيرانيين وتجنيسهم في العراق في قضية لم تأخذ استحقاقها من الدراسة والتحليل والمتابعة منذ احتلال البلاد في 2003 وحتى الآن، إذ لم يتم التطرق لها على أي مستوى سواء كان سياسياً أو إعلامياً أو غير ذلك، سوى ببضعة تقارير وأخبار ومواقف محدودة، على الرغم من أنها واحدة من أركان أخطر مشروع يجري العمل على تثبيته في العراق، والذي يبدو من حيث الظاهر كامناً في مصطلح التغيير الديموغرافي الذي لا تنصرف الأذهان عند سماعه إلا إلى الاتجاه المناطقي دون التفكير العميق بالهدف الكلي لطهران من ورائه. أضاف الكاتب أن إيران تسعى إلى أن يبلغ نمط احتلالها الجديد للعراق مستوى يوازي الأنماط الأخرى على عجالة ليلحق بها ويتكامل ضمن سقف ربما تكون قد حددت معاليمه مبكرا، فإن كان حراكها فيه بأسلوب ناعم على وفق الثقافة المصطلحية في التوصيف والتحليل فإنه في الحقيقة أخشن أداء من شأنها أن يجهز على النزر المتبقي من هوية العراق وثقافته. طرح انتشار ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر في بعض مدن العراق بمسوغ مواجهة تهديدات أمنية لم تؤيد الحكومة وجودها، طرح تساؤلات عن أهداف ذلك التحرك وصلته بأوضاع العراق عموما وبتداعيات إقليمية ودولية.
هنا صحيفة القدس العربي ذكرت في تقريرها أن هذا التحرك الصدري قوبل بانتقادات واسعة، إذ عده عراقيون استعراضا للقوة وتجاوزا على الحكومة، فضلا عن انتقادات للحكومة من جراء سكوتها على تجاوز الميليشيات الولائية على واجبات القوات المسلحة. جاء التحرك الصدري بعد انتقادات لمقتدى الصدر وأتباعه ودورهم في قمع ناشطي التظاهرات خلال تجمع لناشطي التظاهرات في محافظة النجف لإحياء ذكرى ضحايا التظاهرات. وفي ذلك التجمع ردد المشاركون شعارات ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأتباعه، ما أثار غضبهم فأصدروا بياناً اتهموا فيه المشاركين بأنهم بعثيون ودواعش، إضافة إلى تنفيذ حملة اغتيالات وخطف للناشطين وقعت في كربلاء والنجف والناصرية. ومع أن حكومة مصطفى الكاظمي التزمت الصمت إزاء تحركات سرايا السلام، وهو ما عده المراقبون تأييدا حكوميا للصدر وتمهيدا للتحالف الكاظمي معه في الانتخابات المقبلة، إلا أن التحركات الصدرية قوبلت برفض شعبي وسياسي واسع، وذكرت بأعمال جيش المهدي ذو التاريخ الطائفي المعروف. ولا شك أن تحركات الصدر ليست بعيدة أيضاً عن الخلافات العميقة بين القوى الشيعية قبيل الانتخابات المقبلة، حيث يتبادل القادة الشيعة الاتهامات والانتقادات باستخدام السلاح للتأثير على الانتخابات وتأجيج العنف الطائفي في العراق وحصص الفصائل في قيادة الحشد الشعبي. لقد أصبح واضحاً أن تحركات الصدر في هذه الآونة تبعث رسائل للعراقيين والأحزاب والدول بأن أتباعه سيقودون الحكومة المقبلة بكل الطرق ومنها القوة، وإنها لا تعير اهتماماً لبقية القوى الشيعية والسياسية والشعبية. وأضافت الصحيفة أن انتشار الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر أكد إخفاق حكومة الكاظمي في فرض سلطتها على الشارع وعدم قدرتها على لجم الميليشيات المسلحة، بما ينسجم مع مخطط إضعاف الدولة لمصلحة هيمنة الميليشيات الموالية لإيران. ذكرت صحيفة اندبندنت عربية أن اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل بدعم من الأمم المتحدة لحل مشكلة القضاء الذي يعيش أوضاعا سياسية وإدارية مضطربة باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما أخفقت الأطراف كلها في ترجمة بنودها على أرض الواقع. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن التعزيزات العسكرية الأخيرة لميليشيات الحشد تهدد بانهيار اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار. الصحيفة تقول إن الاتفاق الموقع في 9 من تشرين الأول 2020 نص على تسلم الجيش والشرطة والأمن الوطني لملف الأمن بالتنسيق مع أقليم كردستان وقواته، وانسحاب باقي التشكيلات العسكرية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ونفذ جزئياً من خلال انتشار فرقة من الشرطة ووحدات من الجيش العراقي والأمن الوطني داخل قضاء سنجار وعلى حدوده الاستراتيجية مع سوريا. وأضافت الصحيفة أن الحديث عن تطبيق بنود الاتفاق وعودة بعض النازحين ومحاولة الجهات الرسمية إظهار اهتمام بضحايا المكون الأزيدي الذين قتلوا على يد تنظيم داعش كلها مؤشرات لم تعطي تطمينات لحكومة كردستان والجهات الدولية، كونها لم تحد من نفوذ مسلحي حزب العمال في ظل تهديد تركيا باجتياح القضاء خلال فترة قريبة لطردهم منه. ودفعت تهديدات أنقرة جهات سياسية عراقية إلى حمل الحكومة على إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سنجار خلال اليومين الماضيين، مكونة من 3 ألوية من الحشد الشعبي لتنضم إلى فرقة من الشرطة الاتحادية ووحدات من الجيش العراقي المتمركزة هناك. وتنقل الصحيفة عن قائم مقام سنجار السابق محمى خليل قوله إن وجود قوات الحشد مع عناصر حزب العمال الكردستاني سيزيد التوتر في سنجار، مشددا على ضرورة انسحابها خلال الفترة المقبلة. وعلى وفق الصحيفة فإن دخول هذه القوات الكبيرة من ميليشيات الحشد يمثل ضربة موجعة لاتفاقية سنجار ولأمال الحزب الديمقراطي الكردستاني باستعادة نفوذه في القضاء كما كان قبل شهر آب عام 2014 من دون احتكاكات مع الحشد الشعبي. علقت صحيفة البان الإماراتية على استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة
ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن ميليشيا الحوثي تؤكد بخطواتها وتصعيدها أنها لا ترغب بالسلام. فالمحاولات المتكررة هذا الأسبوع لاستهداف السعودية تعد عملا استفزازيا يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لحل سلمي شامل للأزمة اليمنية، ويحتاج إلى رد سريع من المجتمع الدولي للجمها ووضع نهاية لها، فهي جماعة إرهابية تحمل أدوات فوضى ودمار. ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية من تهديد لأمن اليمن والسعودية يعزز من ضرورة أن يعي العالم خطورة الحوثيين في نشر الفوضى، الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة بكاملها. فهذه الجماعة تعيش حالة من الجنون والهستيريا وتنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والإنساني عبر استهدافها للمناطق الآهلة والمدنيين الآمنين، ما يبعد فرص السلام ويرفع حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. لذا فإن على العالم اتخاذ موقف صارم وحازم من هذه الممارسات والانتهاكات ومراجعة التردد الذي ساهم في تزايد العمليات العدائية والهجمات الإرهابية على المدنيين. فالمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الطريق الأسلم لأمن اليمن وتحقيق استقرار المنطقة. الجهود الدولية اصطدمت على الدوام بتعنت الحوثيين، فلطالما تعاملت هذه الجماعة الإرهابية مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح ومراوغة مستمرة وضرب أي مسعى سلمي، وهي مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب، غير مبالية بحقيقة أن 3/4 السكان في اليمن وثلثهم من الأطفال يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية. أضافت الصحيفة أن كل جهد دولي جديد يجب أن لا يصب في إضاعة الوقت، وإنما في الضغط المستمر على هذه الميليشيا لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية. سلطت مجلة الإيكونومست الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة، ولا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر كانون الأول المقبل. وأضافت المجلة في تقريرها أن مهمات أخرى تواجه الحكومة الجديدة، منها فتح الطريق الساحلي الذي يربط طرابلس وبنغازي والذي يتعذر المرور منه، حيث تتمركز هناك بالقرب من منتصفه خارج السرت ميليشيات ومرتزقة نشروا الصخور والألغام الأرضية على طول الطريق. المجلة ترى أنه على الرغم من أن بعض القوى الأجنبية النافذة في ليبيا لا تريد للإدارة الجديدة النجاح، لكن كان هناك ما يدعو للأمل في الأشهر الستة الماضية، حيث صمد وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة في تشرين الأول إلى حد كبير، وتم تبادل الأسرى. وشددت المجلة على أن الأمم المتحدة كانت أكثر شفافية عند إنشاء الإدارة الجديدة، حيث تم بث وقائع المنتدى المكون من 75 عضواً على الهواء مباشرة، وكذلك المقابلات مع المرشحين لمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. ولفتت المجلة إلى أن اختيار السلطة الجديدة فاجأ المراقبين، حيث رفضت لجنة 75 قائمة من السياسيين الأقوياء من الشرق والغرب لصالح أشخاص لم يتقلدوا مناصب رفيعة قط، حيث ترأس المجلس الرئاسي محمد المنفي وهو دبلوماسي سابق، في حين أن رئيس الوزراء الجديد هو أحد أغنى رجال البلاد عبد الحميد الدبيبة، والذي كان في عهد القذافي يدير الشركة الليبية للاستثمار والتنمية المملوكة للدولة والمسؤولة عن بعض أكبر مشاريع الأشغال العامة في البلاد. وقالت المجلة إن دبيبة يشبهه كثيرون برفيق الحريري، رجل الأعمال الذي قاد لبنان وأعاد بناءها بعد حربها الأهلية الطويلة. وعن التدخل الأجنبي، ذكرت المجلة أن الدول الأجنبية التي تتشدق بالعملية السياسية تجاهلت الموعد النهائي للأمم المتحدة في 23 من شهر كانون الثاني لخروج المرتزقة من البلد. فروسيا مثلا تريد الحفاظ على موطئ قدم واستخدام القواعد الجوية والموانئ التي تواجه سواحل الأطلسي، وقد أرسلت مزيدا من المرتزقة إلى ليبيا بعد مدة وجيزة من التصويت على الحكومة الجديدة، وهذا لن يجعل مهمة الحكومة الجديدة أسهل.
نشر صحيفة اندبندنت البريطانية مقال الكاتب باتريك كوبرين سلط فيه الضوء على مآلات ثورات الربيع العربي، وحاول في هذا المقال الوقوف على أسباب إخفاقها واستشراف مستقبل الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية اليوم في ضوء العبر التي استخلصتها الشعوب من تلك الثورات. إذ رأى الكاتب أن أكبر دافع للتغيير في العالم العربي هو الاضطهاد والبؤس والظلم الذي ثارت شعوب المنطقة ضده قبل عقد من الزمن، وقد أصبح اليوم أسوأ مما كان عليه من قبل. الكاتب يشير إلى أن الشعوب في دول عديدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتفضت احتجاجاً على حكامها مطالبة بالحرية والديمقراطية، وقد أسفرت تلك الثورات عن الإطاحة ببعض الحكام المستبدين، كما هددت بانتزاع السلطة من قبضة آخرين في شتى أنحاء المنطقة، حيث خرجت ملايين المتظاهرين في الشوارع يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام. كما يرى الكاتب أن توق تلك الشعوب للعيش في ظل الحرية والعدالة الاجتماعية لم يكن زائفاً، فقد آمنت أعداد غفيرة من المحرومين لمدة لم تطل أن بإمكانها الإطاحة بالديكتاتوريات جمهورية كانت أم ملكية. بيد أن الظروف لم تكن في صالح تلك الثورات، فقد كانت أسس الظلم التي حاولت جموع المتظاهرين تدميرها أقوى مما كانت تأمله، وكان الحلم بغد أفضل الذي كانوا ينشدونه خلال الربيع العربي يتبدد بوحشية تحت معاول الثورة المضادة التي شنتها الأنظمة القديمة. ويتساءل الكاتب، هل كان بإمكان الربيع العربي النجاح على الرغم من تلك الصعاب؟ ويرى أن السؤال يكتسي أهمية كبيرة اليوم، حيث إن أشكال الاضطهاد الذي تمارسه الأنظمة التي توصف بآلات النهب والتي تعمل لصالح نخبة صغيرة من الشعب لا يقل عما كان عليه الاضطهاد الذي ثارت عليه الشعوب عام 2011. هذا وراء الكاتب أن الاضطهاد والبؤس والظلم هي عوامل أشعلت الثورة قبل عقد من الزمن، وقد أصبحت اليوم أسوأ مما كانت عليه، كما هو حال غضب الشعوب إزاءها، مؤكدا أنه مع أن الظروف لم تكن في مصلحة نجاح ثورات الربيع العربي التي بدأت قبل عقد من الزمن، فإن الاحتجاجات الشعبية اليوم يمكنها التعلم من أخطاء الماضي. دفن رفات جنود روس وفرنسيين سقطوا في أثناء الخروج الرهيب لنابليون بونابرت في عام 1812 من روسيا بالقرب من ساحة المعركة في فيازما بلحظة تصالح فرنسية روسية. وفي الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون دفنت رفات 126 جنديا كان قد عثر عليها في حفرة جماعية بين سمولسينك وموسكو في 8 نعوش بحضور مسؤولين وأحفاد لكبار القادة العسكريين الروس والفرنسيين حينذاك. وتعود هذه الرفات ل 120 جنديا و30 نساء كنا يتبعن الجنود لبيعهم مواد غذائية وثلاثة فتية من قارعي طبول على الأرجح. سقطوا في هذه المعركة، معركة فيازما، في 3 من شهر تشرين الثاني عام 1812، بعد أسبوعين من بدء الخروج الذي بلغ ذروته بعد مدة وجيزة وكان مرعبا مع عبور برينزيا الذي سقط خلاله عدد كبير من القتلى، وقد دفنت النعوش في الأرض المغطاة بالثلوج على وقع طلقات المدفعية وأمام نحو 100 رجل يرتدون البزات العسكرية لذلك العصر. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
هكذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.